أهلا ياقوت، كيف حالك؟ أنا بخير، كنت فقط أتساءل أيهما أكبر يا ترى، اليابسة أم البحار والمحيطات؟ البحار والمحيطات هي الأكبر يا صديقتي، فمساحتها تزيد عن مساحة اليابسة بما يقرب من 3 أضعاف. 3 أضعاف اليابسة؟ نعم، وجميع البحار والمحيطات متصلة بعضها ببعض. ولكن مرمر، هل تختلف البحار عن المحيطات؟ بالطبع يا ياقوت، فالبحار أقرب إلى اليابسة من المحيطات، والمحيطات أكبر بكثير من البحار وأكثر عمقاً. وهل يتساوى عدد البحار وعدد المحيطات؟ بالطبع لا، فالبحار كثيرة يا صديقتي، أما المحيطات فهي 5 فقط، ولكنها واسعة جداً. هل تعلم مرمر؟ أنا أحب زيارة البحر كثيراً وأستمتع بقضاء وقتي على شاطئ البحر حيث السماء صافية والرمال ناعمة. كلامك صحيح، فزيارة شاطئ البحر واحدة من أحلى النشاطات الصيفية، ولكن للبحر منافع أخرى يا ياقوت. أجل أعرف ما هي هذه المنافع الأخرى. وما هي يا صديقتي؟ نستخرج الملح، أقصد ملح الطعام من مياه البحر. هذا صحيح، كذلك تعتبر البحار والمحيطات مصدر الثروة السمكية. الثروة السمكية؟ نعم، فالبحار والمحيطات هما موطن الأسماك والحيتان والكثير من الكائنات والثروات كاللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ، أنا أحب اللؤلؤ كثيرا يا مرمر. وأنا أحب اللؤلؤ أيضا يا صديقتي، وأحب السفر عبر البحر. السفر عبر البحر؟ نعم، فالسفن والقوارب تسافر عبر البحر وتنقل الركاب والبضائع أيضا حول العالم عابرة البحار والمحيطات. يا الله، كم أتوق للسفر عبر البحر يا مرمر. سنفعل يوما ما يا صديقتي، أنت وأنا ومرجان. ما أجمل البحار، هي حقا إحدى أجمل إبداعات الخالق على كوكب الأرض. ولهذا علينا أن نحافظ عليها وأن نحميها من التلوث، كما علينا أن نتجنب غضبها فلا نسبح فيها أو نسافر عبرها أثناء العواصف. هذا صحيح، ولكن مرمر، ماذا عن القراصنة؟ هل قابلت قرصانا من قبل؟ لم أقابل قرصانا من قبل يا ياقوت، وأتمنى أن لا أقابله أبدا. وأنا كذلك يا مرمر.